يسأل يقول هل يؤثم المسلم في حالة عدم رغبته في الزواج؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب لا لا يأثم إذا كان الشخص ليس لديه رغبة في الزواج، ولذلك العلماء من في في مسائل النكاح يجرون عليه الأحكام التكليفية الخمسة الأحكام التكليفية الخمسة الواجب أو الواجب والمكروه والمحرم الواجب والمسنون والمك والمحرم والمكروه والمباح والمباح فذكروا من جمله ما ذكروا المباح قالوا اذا كان الانسان ما عنده رغبه في النكاح وهو قادر على السيطره على نفسه ويعرف بانه يعني لا يسلك طريق الحرام ما 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 يجبر على ذلك ولا يؤمر به ولا يؤمر به لكن هل تركه للنكاح افضل؟ الجواب لا الجواب لا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة لكن شخص يقول لا والله أنا ما لي رغبة ولا عندي ميول ولا عندي كذا وعندي اهتمامات مثلا معينة هو صادق في هذا يعني ليست عاطفة لا هو صادق لا حرج لا يجبر على ذلك